بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص الفيزياء المدرسية التاسع والعاشر، سنتحدث الآن عن كما تحدثنا عن الفيزياء الحرارية، سنتحدث الآن عن الحركة البروانية، بروانية الموشن. وهي طبعا تفسير استخدمه عالم النبات الإنجليزي أو البريطاني عفوا روبرت براون في تفسير تحرك الجزيئات. طبعا أيضا من المفارقات العجيبة أن العالم ألبرت أينشتاين أيضا استخدم تفسير براون في تفسير معضلات فيزيائية، وكان أيضا من أسباب شهرة أينشتاين أيضا إلى جانب النظرية النسبية استخدام تفسير براون في عملية الذرات أيضا. طبعا في الحركة البروانية عند وضع يعني قام العالم روبرت براون بوضع دخان داخل زجاج، ومن ثم وضعه تحت مجهر مايكروسكوب مجهر، ومن ثم لاحظ بقي ينظر إليه عبر المجهر، توصل لتفسير. هو وضع هذا التفسير، يعني هو وضعها ولم يتمكن من رؤية هذه الجزيئات الموجودة باللون الأزرق المجرة بشكل عشوائي. فسر الحركة العشوائية التي تحدث للدخان والدخان أصلا مجرد لاحظ الحركة العشوائية جزيئات الدخان molecules of smoke. ماذا فسرها؟ ماذا فسرها ووضع لها تفسيرا علميا قبل فيما بعد؟ شهر هذا التفسير ألبرت أينشتاين بعد تفسير روبرت براون له دون نرى. هو الآن فرض هذا الشكل دون أن نقول ستارت. فرض أن هذا جزيء الدخان، هذه الجزيئات المتماثرة حوله باللون البرتقالي التي تتحرك بشكل عشوائي، فرض بأنها الجزيئات التي تكون منها الهواء. هذه الجزيئات هذه التي تسير بشكل عشوائي ترتطم إلى بعضها بعضا، وترتطم مع جزيئات الدخان الذي هو أكبر بكثير من جزيئات الهواء، وتسبب له هذه الحركة العشوائية ما يعرف بالزيجزاج موشن. هذا هنا هكذا نرسم الحركة، يعني هنا رسم الحركة، لاحظ كيف أنها تبسط. إذا فرض بداية بأن الهواء مكون من جزيئات تسير بشكل عشوائي، هذه الجزيئات تعمل على التصادم فيما بعضها مع بعضها، والتصادم مع جزيئات الدخان لتولد هذه الحركة العشوائية للدخان. طبعا more on what Brown saw. طبعا نرى الآن، انظر، زدنا عدد the number of small particles، لاحظ زدناها، أصبحت الحركة لاحظ أكثر عشوائية وأسرع، إذا كلما زادت الجزيئات. طبعا زيادة الجزيئات أيضا رفع درجة الحرارة. لو رفعنا درجة الحرارة فإن الغاز، بما هي جزيئات الغاز هذه الهواء، تعمل على اكتساب طاقة حركية. هذه الطاقة الحركية تصبح الحركة أكثر حدة، أكثر ظهورا. يعني ملاحظ كيف أنها أصبحت، لو ضبطنا نحن واحد هكذا تصبح أهدى الحركة، لكن لو زدنا نحن بهذا الشكل يصبح عندي هذا. هذا هو تفسيره. إذا ماذا وجد؟ وجد أن جزيئات الدخان كبيرة مقارنة بجزيئات الهواء. جزيئات الهواء تصطدم مع جزيئات الدخان فتشكل حركة عشوائية ما يعرف بالزجزاج موشن. ولاحظ أيضا زيادة الحركة العشوائية مع زيادة درجة الحرارة. هذا هو التفسير الذي فسر به دينيس براون الحركة البروانية التي عرفت فيما بعد على اسمه. طبعا الأمثلة الشهيرة على الحركة البروانية هي حركة الدخان، هذه فسر فيها الحركة الجسيمية طبعا، لأن كما فرضنا في النظرية الحركية للغازات، في الفرضية الحركية للغازات تتحرك الجزيئات من كرات متماثلة صلبة وملساء تامة المرونة، كما رأينا في برنامج المحاكاة الاصطدام يولد هذه الحركة لأنها ملساء. أيضا هنا عندي برنامج محاكاة آخر أيضا، لاحظ براونيان موشن
كيف أنها هنا قطرة تشكل. لاحظ هنا هايد مولكيولز هون شو مولكيولز. سنتحدث الآن عن أثر الحرارة. لو قلنا أن درجة الحرارة منخفضة، لاحظ أصبحت الحركة الخاصة بالغازات أقل، عليه فيكون حركة الجزيء هنا أقل أيضا. لو رفعنا درجة الحرارة، لاحظ يصبح هذا النمط العشوائي أكثر. طبعا هنا قد نقول هايد إن هي لم ترى، هو هكذا فرض أنها موجودة وتبني هذا التفسير لها، وأصبحت دارجة إلى يومنا هذا. الحركة البروانية هي التي تفسر حركة الجسيمات العشوائية عندنا. وهذا أيضا يعني هنا لاحظ، يعني كما قلنا فروض النظرية الحركية للغازات، تركيب الجزيئات متماثلة، تركيب الجزيئات عشوائي وتصطدم مع بعضها، وكذلك مع الجدران كما هو واضح. متوسط طاقة حركة الجزيئات تناسب طرديا مع درجة الحرارة، كما رأينا إذا زدنا الحرارة زادت الحركة، انخفضنا الحرارة خفضت الحركة. يكون حجم الجزيئات، ما هو بالنسبة لحجم الكل الذي يشغله الغاز؟ طبعا لأن الجزيئات صغيرة جدا، نهمل حجم الجزيء الواحد ونستخدم الحجم الكلي للجزيئات. يعني الحركة البرونية تفسر لنا العديد مما خفي علينا في هذا المجال. أيضا استخدمت الحركة البرونية في تفسير حركة جزيئات الغبار العشوائية التي نراها في غرفة مظلمة يدخلها بعض الضوء، حركة مشهورة جدا ترى بكثرة في الصيف. تبنيت هذا التفسير لتفسير حركة الغبار هناك، لها العديد من التطبيقات، سنتطرق لها غالبا ما نلجأ لتفسير الحركة البروانية. إذا أحبتي، هذا الفيديو كان الحديث عن الحركة البروانية. لا تبخلي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. أشكر لكم حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.